مباشرة لمتابعة جلسة مجلس الأمن حول التعاون مع المجلس والدول العربية. ولبنان وليبيا والصومال والسودان وكذا اليمن. أسعار الغذاء والنفط والأسمدة في تزايد كبير، والتأخير في نقل البضائع المستوردة بدأ يتزايد. كل هذه تضر بالأكثر فقرا وتؤدي إلى المزيد من القلق حول العالم، ونرى أدلة واضحة على أن هناك الكثير من المناطق الأخرى التي تحتاج إلى هذه البنود بشكل ماس. المناشدة لليمن تلقت أقل من ثلث الأموال التي نحتاج إليها، ونؤكد على أهمية معاناة شعب اليمن. 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة تنقل الأرواح، والنساء والأطفال يحتاجون إلى أكبر درجات الدعم. أناشد أعضاء جامعة الدول العربية وسخائهم، وأجدد المناشدة لكل البلدان لكي تجد سبل ابتكارية لتمويل احتياجات التعافي الإنسانية، وللعطاء بسخاء ولصرف المستحقات التي تم التعهد بها. سيد الرئيس، في ليبيا أرحب بانخراط الجامع البناء للحفاظ على وحدة ليبيا والاستقرار الذي نيل بالشق الأنفس منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وأعول على الجامعة وعلى الأعضاء بها لإعطاء أولوية للاتفاق بشأن عملية سياسية شاملة، والدفع بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2570. وفي السودان، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة يعملون معا بشكل ثنائي وفي سياق مجموعة أصدقاء السودان لكي يكون هناك حوار هادف من أجل انتقال شامل هادف. وفي سوريا، المنظمتان تعملان بوحدة دعما للشعب السوري الذين يشعرون أن العالم قد تخلى عنهم بعد 11 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وشامل، وهذا قد دمر البلاد. السبيل الوحيد للخروج من الجمود ورفع المعاناة عن الشعب السوري هو من خلال عملية سياسية ذات مصداقية تؤكد على تنفيذ القرار مجلس الأمن 2254. يجب علينا أن نواصل العمل لكي يكون هناك مسار سياسي نحو السلام المستدام يتم فيه التعامل مع المظالم وإفراج عن المحتجزين والاستماع إلى كل الأصوات دون إفلات. في لبنان، نحن ممتنون للجامعة والعضاء بها لحث الحكومة على أن تتعامل مع أزمة البلاد من خلال الإصلاحات والانتخابات في موعدها والانخراط البناء مع صندوق النقد الدولي والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن قرارين 1559 و1901. وفي العراق، لدينا تعاون استراتيجي مع الحكومة، وهناك بعثة لرصد الانتخابات بالعراق أكتوبر الماضي. تعزيز التعاون الإقليمي والتعاون بشكل عام أمر ضروري في اليمن، حيث أن زيادة الأعمال الهدائية قد تزيد من الاحتياجات الإنسانية وتقلل من فرص السلام. أعول على الجامعة العربية لكي تدعم الجهود الأممية لكي يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار ونزع التوتر وتحقيق عملية تحقيق تقدم سياسي وتقديم مساعدة للشعب اليمني الذي يواجه أزمة كبيرة في التمويل، ويجب أن نمنع الجوع والتجويع الذي سيودي بأرواح الملايين. وفي إسرائيل وفلسطين، إن الجامعة والأمم المتحدة تلتزمان بإنهاء الاحتلال والدفع بالسلام. أهدافنا المشتركة هي دولتان، إسرائيل تعيش في سلام ودولة فلسطينية ناجعة ولها حدود واضحة على أساس حدود ما قبل عام 67، وعاصمتها القدس كعاصمة مشتركة لدولتين. الظروف الاقتصادية والسياسية في الأراضي الفلسطينية تتدهور، حيث أن الفلسطينيين يعانون من العنف وانعدام الأمن. وفي ذات الوقت، الأونروا تواجه أزمة وجودية مالية، وهذا يهدد أوضاع اللاجئين في المنطقة. أطالب الأعضاء بزيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني في مساهماتهم للأونروا، وهي عنصر أساسي من أجل الاستقرار الإقليمي. السيد الرئيس، التعاون الوثيق مع الجامعة ضروري من أجل تحقيق هذه الأهداف.
هناك اجتماعات منتظمة مع المبعوثين الخاصين وتبادل الموظفين وحلقات دراسية وبناء قدرات فيما يتصل بصنع السلام الشامل، وكل هذا جزء من علاقة عميقة وسعة نطاق تطلعه لتعزيز الصلات أكثر وأكثر بما في ذلك من خلال مكتب الاتصال الأممي لدى جامعة الدول العربية، والذي يعمل في المقر وفي الميدان بشكل منفتح، ونركز على أن يكون هناك شراكات قوية مع الجامعة في مجالات المرأة والسلم والأمن ونزع السلاح والوساطة وبناء السلام. ونوسع من النطاق بشأن الشباب والسلم والأمن، وهي مسائل نحتاج فيها إلى بناء قدرات وتشاور حول الاستراتيجية الإقليمية في المنطقة العربية، وهي في تزايد. وبالنسبة للمستقبل، سنعقد في تموز يوليو الاجتماع 15 لكي نعزز من الإطار نصف السنوي، وأن يكون هناك اجتماع قطاعي حول التغير المناخي ينعقد. أصحاب السعادة، اليوم أكثر من الوقت الماضي نحتاج إلى دعم الحلول السلمية متعددة الأطراف، ولذا فإن الصلة بيننا وبين الجامعة والدعم القوي من الأعضاء بها ضروريان ونقدرهما كثيرا. شكرا. أشكر الأمين العام على إحاطته. أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد أحمد أبو الغيط. شكرا سيد الرئيس، معالي الأخ الصديق خليفة شاهين المرر، وزير الدولة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أبدأ بتهنئتكم معالي الوزير على تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعبر لكم عن خالص التقدير للدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات بصفتها العضو العربي بالمجلس، ولاهتمامكم بعقد هذه الجلسة وإعداد بعثتكم للورقة المفاهيمية المتميزة، كما أعبر عن خالص التقدير للصديق العزيز أنطونيو غوتيريش سكرتير العام للأمم المتحدة على اهتمامه المتواصل بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقيقاً للسلم والأمن الدولي والإقليمي. سيد الرئيس، ينظر المجلس الموقر اليوم في موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بينما يمر النظام العالمي بمنعطف تاريخي ربما يكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث يتصاعد الصراع بين القوى العالمية على نحو ينذر بمخاطر عديدة أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها. إننا نأسف كثيرا لهذا الوضع، ونتمنى أن تتمكن القوى الدولية من التوصل إلى حلول وتسويات تحقق مصالح جميع الأطراف بما يحقن الدماء وبما يحقق متطلبات الأمن للجميع في ظل الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وبما يقي العالم من تداعيات كارثية على اقتصادات الدول النامية أو المستوردة للغذاء والنفط. كما نتمنى أيضا ألا يكون لهذا الوضع التصادمي الكبير أثارا سلبية على تناول مجلس الأمن للقضايا والأزمات على مستوى العالم عموما وعلى مستوى المنطقة العربية على وجه الخصوص. إن لدينا خشية كبيرة من أن يتم نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية في وسط هذا الوضع الدولي المتوتر، فهذه الأزمات لن تجد طريقها للحل من تلقاء نفسها، بل ربما يزيدها هذا الوضع الدولي اشتعالا وتعقيدا. إن المنطقة العربية لا زالت تعاني من تبعات الهزة الكبرى التي تعرضت لها في عام 2011، وثمة صراعات ما زالت مشتعلة في داخل الدول مثل سوريا وليبيا واليمن، مع كل ما يفرضه ذلك من كلفة إنسانية واستنزاف اقتصادي وتهديد للأمن الإقليمي في المنطقة العربية. إن التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعين جديدة،
إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد على 70 عاما، ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات من دون أفق حقيقي للحل. لقد أقر هذا المجلس مبدأ الأرض مقابل السلام وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخي في فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود 4 يونيو 1967. ولكن ما زال الطرف القائم بالاحتلال يراوغ ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات المقررة دوليا وأمميا، وذلك برغم النداءات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني أمام هذا المجلس في الأعوام 2018 و2020 وأمام الجمعية العامة في 2021 ومطالبته السكرتير العام بعقد قمة تحت رعاية الأمم المتحدة لإطلاق المفاوضات المباشرة. إن النظام الدولي كما نتصوره ونصبو إليه لا يمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز، ولذلك فإننا نطالب كافة القوى الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. سيادة الرئيس، في سوريا يمر الوضع بحالة من التجميد مع تعطل المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدهور حاد للوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في كافة أنحاء البلاد، سواء في المناطق التي يسيطر عليها النظام أو تلك التي تتحكم فيها قوى أخرى. إن هذا الوضع ليس قابلا للاستمرار لأنه ينطوي على معاناة غير محدودة للملايين من السوريين، ولدينا تخوف حقيقي من احتمالات تأثير الصدام الدولي الحالي وارتداداته السلبية على الساحة السورية. وفي ليبيا يعود شبح الانقسام ليطل من جديد في ظل استمرار تواجد الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة التي توافقنا جميعا على ضرورة رحيلها عن البلاد في مؤتمر برلين 1 و2 وبدعم مجلس الأمن. ونؤكد هنا أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها وإطالة أمدها. إننا نرغب في رؤية الشعب الليبي قادرا على أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة، ونحن مستعدون للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن. وفي اليمن ما زالت الميليشيات الحوثية ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة وتلجأ عوضا عن ذلك لتهديد الجيران في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وأشيد في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 2624 الذي جرى اعتماده بجهد واضح من الإمارات العربية المتحدة، والذي فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية. ونؤكد أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لمعالجة الحرب في اليمن وضمان تكامل التراب الوطني لهذا البلد وعدم استخدامه كمنصة من قبل قوى إقليمية بعينها لتهديد جيرانه. إن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة من دون انقطاع منذ أكثر من عقد من الزمن، ولدى الدول العربية العديد من الشواغل حيال السياسة الإيرانية في الإقليم، خاصة في حال توصلها إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي الذي يمثل تهديدا للأمن والسلم في الإقليم وفي العالم. ونؤكد أنه يتعين دعم كافة الجهود في المؤتمر الاستعراضي القادم هذا العام لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
وفي المؤتمر الذي يعقد في الأمم المتحدة بهدف التوصل لاتفاقية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من خلال المزيد من الالتزام بهذا الهدف من جانب الدول النووية، وخاصة تلك الدول التي تبنت قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط في مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة. ومن ناحية أخرى، فإن السياسة الإيرانية لا زالت تمارس تدخلات غير مرحب بها في عدة دول عربية، كما يمثل برنامجها الصاروخي مصدر قلق مشروع للعديد من دول الجامعة. إن الدول العربية تسعى إلى علاقات حسن جوار مع إيران على أساس من الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها، وفي إطار يحقق الأمن للجميع في هذا الإقليم، لكن ما زال هذا الهدف للأسف بعيد المنال. سيد الرئيس، في الوقت الذي تحرص فيه الجامعة العربية على تعزيز آليات الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال اجتماعات التعاون العامة، فإننا نتطلع للمزيد من التعاون المتبادل مع مجلس الأمن في المجالات العديدة المنصوص عليها في البيانات الرئيسية رقم 5 لعام 2019 المعتمد تحت رئاسة دولة الكويت، ورقم 2 لعام 2021 المعتمد تحت رئاسة الجمهورية التونسية. وأتقدم بالشكر بوجه خاص للرئاسة الأيرلندية لمجلس الأمن لشهر سبتمبر 2021 على حرصها على تنفيذ ما تضمنه البيان الرئاسي الأخير وعقدها جلسة وزارية خاصة ناجحة للمجلس على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة مع ترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري. وتتطلع الجامعة العربية لاستمرار هذا التقليد مع الرئاسة الفرنسية للمجلس في سبتمبر 2022 وللاستمرار في تنفيذ كل ما ورد في هذه البيانات الرئاسية، بما في ذلك إتمام الزيارات الميدانية لمجلس الأمن إلى جامعة الدول العربية وإلى المزيد من الاهتمام لمشاركة الشباب والمرأة في جهودنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الدوليين في إطار من الدعم المقدر من الأمم المتحدة لقدرات الجامعة العربية في هذا المجال الحيوي. كما تتطلع الجامعة لاعتماد بيان رئاسي جديد نتيجة لهذا النقاش، وبما يكفل المزيد من تعزيز التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية. وأشير في هذا المقام إلى ما نوليه من أهمية بالغة لتدريب الشباب في جامعة الدول العربية والعالم العربي بوجه عام، ولتأهيله لتولي المسؤوليات الجسام التي ستقع عليه في المستقبل. ونؤيد اقتراح السكرتير العام في أجندتنا المشتركة للارتقاء بوضعية المبعوث الخاص للسكرتير العام للشباب وتعزيز سلطاته واختصاصاته، وربما البدء في النظر حسبما اقترحت بعض الدول في إقامة وكالة أو منظمة متخصصة للشباب على غرار منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، تعزيزا لدور الشباب الرئيسي في النهوض بمجتمعاتنا العربية. وأحيي في هذا الصدد الأخت رزان العقيل سفيرة الأمم المتحدة للشباب وأول سفيرة لبلادها في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، وأتطلع للاستماع إلى مداخلتها في اجتماعنا اليوم. سيد الرئيس، تعهد رؤساء الدول والحكومات في احتفالهم بالذكرى 75 على تأسيس الأمم المتحدة بأن يفوا بوعودهم للأجيال القادمة وأن يجعلوا من عام 2021 عاما للتغيير، وحدد الإعلان 12 مجالا من مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف كمركز لهذا التغيير، جميعها من المجالات التي تقع في قلب محاور التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية. إننا في جامعة الدول العربية نرى أن الزخم الإيجابي الذي خلقه تقرير السكرتير العام غوتيريش أجندتنا المشتركة
هو السبيل الأوفق للانتقال بالمجتمع الدولي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك، إذا ما صدقت النية وتوافرت الإرادة السياسية، وإذا تخلينا عن التمسك بالماضي ونظرنا إلى مصالحنا المشتركة في المستقبل. وهنا أرحب بتشكيل السكرتير العام للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعالة، ونتطلع إلى توصياته لتعزيز وتطوير العمل الجماعي متعدد الأطراف. أخيرا سيادة الرئيس، إننا في جامعة الدول العربية نتطلع لانعقاد قمة المستقبل التي اقترحها السكرتير العام العام القادم، ونؤكد على استعدادنا للقيام بدور فاعل في الإعداد لها ضمانا لمستقبل الأجيال القادمة، مستقبل مشرق يقوده الشباب مدعوما بخبرة الأجيال السابقة وبرؤى ذاتية تحقق الأهداف وتحافظ على الخصوصيات الحضارية للمجتمعات العربية وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات. وسنظل على عهدنا والتزامنا بالدفع قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الأمن والجامعة العربية وصولا لأهدافنا المشتركة. وشكرا سيادة الرئيس. أشكر معالي أحمد على إحاطته. أعطي الكلمة الآن للآنسة رزان فرحان العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس معالي شاهين المرر وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة، السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السيدات والسادة رؤساء الوفود، أصحاب المعالي والسعادة، أحييكم جميعاً بالسلام عليكم من شباب العالم العربي برسالة أمل هذا الجيل. السلام عليكم. يشرفني اليوم أن أكون بينكم لأحييكم برسالة أمل وسلام. سافرت إلى هنا لأحملها بلسان أكثر من 100 مليون شابة وشاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اليوم أنا هنا بينكم كواحدة من أكبر جيل من الشباب في التاريخ حول العالم، و60% من إجمالي سكان العالم العربي. أصحاب المعالي والسعادة، نقدر حجم الفرصة الممنوحة لنا في شملنا ضمن هذا الاجتماع، فشكراً. شكراً على إتاحة الفرصة للاستماع لصوت الشباب العربي. رسالة جيلي لكم اليوم هي عن شمل الشباب في المشاركة الفعالة في حفظ السلم تجاه بناء المستقبل. وسأغطي هذه العناوين الرئيسية. أولاً، القرارات الأممية والعالمية نحو شمل الشباب. ثانياً، دور الشباب تجاه السلم والأمن نحو التنمية المستدامة في المنطقة. ثالثاً، الشباب بين العالم العربي ومجلس الأمن. وختاماً بالتوصيات. أولاً، القرارات الأممية والعالمية نحو شمل الشباب. هنا قبل 7 سنوات في نفس هذه القاعة أعلن مجلس الأمن بالإجماع عن تبني القرار الأممي التاريخي رقم 2250 من عام 2015 حول الشباب والسلم والأمن، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من المشاركة في بناء السلام وحل النزاعات. وتم التأكيد على بعض الرسائل الهامة، وهنا أقتبس: ضرورة مشاركة الشباب بنشاط في تشكيل السلام الدائم والمساهمة في تحقيق العدالة والمصالحة، حث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات. في البيان الختامي لقمة شباب 20 برئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020، تم النص على مجموعة 20 أن تشجع دور الشباب في صنع القرار، لأن الشباب هم من المحفزين لمستقبل أكثر عدلاً واستدامة. كما تم التأكيد في البند الثاني بعنوان تمكين الشباب فقرة باء شمول صنع القرار، التمثيل والمشاركة والشمل في جهات صنع القرار. أصحاب المعالي والسعادة، نؤكد على مشاركة الشباب في كافة مراحل العمل الأممي، من الدبلوماسية الوقائية إلى الإنذار المبكر، منع نشوب النزاعات، إدارة النزاعات، حفظ السلام، حل النزاعات ومفاوضات السلام،
بناء السلام بعد النزاع وفي تحقيق استدامة السلام وضمان عدم العودة للنزاعات. ثانياً، دور الشباب تجاه السلم والأمن نحو التنمية المستدامة في المنطقة. أصحاب المعالي والسعادة، إخواني وأخواتي الشباب العرب الذين يتابعوننا الآن، اسمحوا لي أن أتحدث من واقع تجربة. منحتم جيلي فرصة أن نحلم بمستقبل واعد ممتلئ ليس فقط بأحلامنا نحن، بل بأمالكم أنتم جميعاً في هذه القاعة أيضاً. نرى أن لم الشباب يعني أن نعطى فرصة عادلة بناءً على معرفتنا واستحقاقنا بأننا فعلاً مؤهلين لنكون ليس فقط إضافة لحوارات هامة، بل أن نكون عضو فعال في التنمية والتطوير نحو جهود السلم والأمن في منطقتنا والعالم. أن تنظروا لنا بناءً على قدراتنا المهنية والعملية وليس فقط على أرقام سنوات أعمارنا. أن تعتبروننا كفؤ بأن نشارك كتف بكتف معكم. أن تؤمنوا بنا، فأنتم من صنعنا، وشملنا ضمن أعمال الحفاظ على السلم والأمن سيمكننا من قيادة المستقبل. ولذلك لابد من العمل على تسوية التحديات والملفات العربية الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن والتي تستنفذ طاقات العالم العربي حتى نستطيع توجيه الموارد المالية والموارد البشرية تجاه التنمية وتنفيذ أجندة 2030. دور مجلس الأمن والجامعة العربية والتعاون بينهما محوري في هذا المجال، وشمل جيل الشباب ضمن هذه الجهود سيعزز من الاستدامة في حل التحديات الآنية والمستقبلية. رسالتنا هنا، نحن كفؤ بسبب تربية جيلكم لنا. أصحاب المعالي والسعادة، أشركونا. ثالثاً، الشباب بين العالم العربي ومجلس الأمن. هناك عدد من الشباب العربي الذين يعملون بجهود محلية تخدم مجتمعاتهم وتنعكس على تنمية المنطقة. هؤلاء أمثلة ونماذج عن عشرات الملايين، لكن في عملهم المحلي نجد إمكانية ما يمكن تحقيقه في التنمية على مستوى المنطقة ومشاركة الشباب في حوارات الأمن والسلم من خلال النظر إلى التجارب والكفاءة وليس العمر. دكتور سامح كامل من جمهورية مصر العربية يعمل على تمثيل الشباب في الأمم المتحدة منذ 2016، وقاد تأسيس منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية. كاظم كرابشة من المملكة الأردنية الهاشمية يعمل ضمن مبادرات وزارة الشباب الأردنية لسنوات في تدريب الشباب حول أهداف التنمية المستدامة. عمر المطوع من دولة الإمارات العربية المتحدة، أول مندوب شباب إماراتي للأمم المتحدة وقاد عدد من الملفات الهامة. هالي الخميس من المملكة العربية السعودية، أسست جمعية تهدف إلى نشر ثقافة التطوع والعطاء في المجتمع وتقود التغيير مع الآلاف من المتطوعين في المملكة في جهود تحقق أجندة 2030. أصحاب المعالي والسعادة، جامعة الدول العربية وافقت في عام 2019 على تأسيس منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة بعضوية كافة الدول. تأسيس المنصة هو البداية ضمن جهود شمل الشباب في أعمال التنمية المستدامة تجاه تحقيق أجندة 2030 لتطوير المنطقة. لكن نجاح واستمرارية عملها سيحدث فقط من خلال إدراك قيادات الجامعة لأهمية تعزيز مشاركة الشباب في رسم السياسات والخطط الوطنية والإقليمية من خلال آليات واضحة للعمل العربي والدولي وأهمية مشاركة الشباب في تنفيذها. وفي مجلس الأمن نؤكد على أهمية مشاركة الشباب في تنفيذ أولويات الأمم المتحدة في المجالات الثلاثة الرئيسية لعمل الأمم المتحدة: حفظ السلم والأمن الدوليين، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحريات الأساسية والحكم الرشيد، والتي تترابط وتتقاطع جميعها لتشكل عماد العمل الدولي متعدد الأطراف ويحقق الأمن الدولي المفقود. وختاماً، أصحاب المعالي والسعادة، نحن جيل الشباب العربي نرسل رسالة لجيل القيادات هنا في القاعة والعالم من خلال تأكيدنا على هذه التوصيات الرئيسية. أولاً، مشاركة الشباب في كافة مراحل العمل الأممي من الدبلوماسية الوقائية إلى الإنذار المبكر، منع نشوب النزاعات، إدارة النزاعات، حفظ السلام،
حل النزاعات ومفاوضات السلام، بناء السلام بعد النزاع، وفي تحقيق استدامة السلام وضمان عدم العودة للنزاعات. ثانياً، لابد من العمل على تسوية التحديات العربية الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن والتي تستنفذ طاقات العالم العربي، حتى نستطيع من توجيه الموارد المالية والموارد البشرية نحو التنمية وتنفيذ أجندة 2030. ثالثاً، مشاركة الشباب في تنفيذ أولويات الأمم المتحدة في المجالات الثلاث الرئيسية لعمل الأمم المتحدة: حفظ السلم والأمن الدوليين، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحريات الأساسية والحكم الرشيد، والتي تترابط وتتقاطع جميعها لتشكل عماد العمل الدولي متعدد الأطراف ويحقق الأمن الدولي المفقود. رابعاً، تعزيز مشاركة الشباب في رسم السياسات والخطط الوطنية والإقليمية من خلال آليات واضحة للعمل العربي والدولي وأهمية مشاركة الشباب في تنفيذها. خامساً، مشاركة الشباب لا تكتمل إلا بمشاركة المرأة في كافة الجهود. أصحاب المعالي والسعادة، نحن أبناؤكم، قرارات شملنا تؤكد إيمانكم بقدراتنا، وتنفيذها هو في فرص المشاركة الفعالة في صنع القرارات في مجتمعاتنا نحو التنمية، في إعدادنا لقيادة المستقبل. إخواني وأخواتي شباب العالم العربي، حملت صوتكم أمانة على صدري، ونقلت عنكم اليوم هذه الرسالة هنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أصحاب المعالي والسعادة، اسمي رزان بنت فرحان العقيل، شابة عربية سعودية. أنا واحدة من أكثر من 100 مليون شابة وشاب عرب. شكراً لمنحنا هذه الفرصة، ونتطلع لفرص المشاركة المستقبلية، والسلام عليكم. أشكر الآنسة رزان العقيل على إحاطتها. أدلي الآن ببيان بصفتي وزير الدولة للإمارات العربية المتحدة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أشكر كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية معالي أحمد أبو الغيط على إحاطتيهما القيمتين بشأن سير التعاون بين المنظمتين. ونشكر ممثلة المجتمع المدني رزان العقيل على تسليطها الضوء على قضايا وآمال الشباب والشابات العرب. تكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة، حيث أن عدد كبير من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن هي قضايا عربية، ناهيك عن وجود بعضها على جدول الأعمال لعقود من الزمن بسبب اكتفاء المجتمع الدولي بإدارة الأزمات دون حلها. ونشير هنا إلى أن الاستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمات الأخرى في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال يفرض تكلفة باهظة على المنطقة سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ويزيد من مخاطر احتقان الوضع في المنطقة والعالم بصورة خطيرة. كما أن التحديات والأزمات الحالية بطبيعتها المعقدة والعابرة للحدود تتطلب بذل جهود مشتركة بين كافة الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن هنا تنبع أهمية مناقشتنا لليوم، والتي نامل عبرها مواصلة بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لمعالجة القضايا العربية العالقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جامعة الدول العربية هي منظمة عريقة أكملت أمس عامها 77 منذ تأسيسها في عام 1945، لتمتلك بذلك تاريخا طويلا ومعرفة عميقة بتحديات المنطقة وشواغل دولها، مما يؤهلها لتكون طرفا أساسيا في دعم تنفيذ ولاية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين. ومن هذا المنطلق يتعين زيادة التنسيق والتشاور بين المجلس والجامعة، وإضفاء طابع مؤسسي على هذه العلاقة من خلال إنشاء آليات تتيح تطوير سبل تبادل المعلومات والآراء حول سبل المضي قدماً في معالجة مختلف التحديات الإقليمية من منظور واقعي وعملي. ولتحقيق هذه الغايات ينبغي تعزيز قدرات مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لدى الجامعة وتزويده بالمواد والإمكانيات اللازمة ليتمكن من تحقيق أهدافه،
بما في ذلك تسهيل تعاون هيئات الأمم المتحدة مع الجامعة وأجهزتها المختلفة، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل الخبرات. وفي هذا السياق ندعم المزيد من التعاون والتكامل في أنشطة الوساطة بين مبعوثي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كما ندعم تعزيز التعاون الثلاثي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كذلك نؤكد ضرورة أن تعكس أي مقاربة يتبعها مجلس الأمن لحل قضايا المنطقة شواغل الدول العربية، والأخذ بآرائها حول سبل معالجتها، حيث يمكن أن تقدم هذه الدول منظوراً جديداً للمجلس يتيح كسر الجمود الحالي في بعض العمليات السياسية. ونشدد هنا على أهمية العمل بمبدأ إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، ويتطلب ذلك في المقام الأول المطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية. كذلك نؤكد على أهمية احترام الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار. وبينما نسعى لمعالجة قضايا المنطقة، نوصي بإيلاء أهمية خاصة للمسائل التالية. أولاً، ينبغي إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة العربية في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن. ويسعدنا تعيين السيدة سيمة بحوث كأول مدير تنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقتنا. وعلى المستوى الوطني، أطلقت دولة الإمارات مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، وبرنامج لتمكين المرأة في مجالات الأمن وحفظ السلام، حيث تشارك فيه مجموعة من النساء العربيات. ثانيا، لابد من التركيز على تمكين الشباب للقيام بدور قيادي في معالجة التحديات القائمة في المنطقة وجهود بناء السلام فيها، لا سيما وأن حوالي 60% من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 25 عاماً. إن استماعنا اليوم إلى الآنسة رزان هو مثال على توفير منبر للشباب لمعرفة آرائهم ومشاغلهم حول أهم القضايا وأخذها بعين الاعتبار عند بلورة الحلول لها. ثالثاً، في ظل التهديدات التي يشكلها التطرف والإرهاب على المنطقة، نؤكد على ضرورة أن تعزز المنظمتان جهودهما المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وأن تعملان على دعم المبادرات التي تشجع التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات في المنطقة. رابعاً، إن المنطقة العربية بحاجة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية فيها وإطلاق مشاريع تحقق التنمية والازدهار لشعوبها لبناء قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية المختلفة. ونشدد هنا على ضرورة أن تشمل أطر التعاون بين المنظمتين الاستثمار في مستقبل شبابها عبر التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء الخارجي والطاقة المتجددة، والتي ستفتح فرصاً واعدة للمنطقة بعيداً عن النزاعات والحروب. وختاماً، نؤكد على ضرورة أن تعزز المنظمتان تعاونهما لحل القضايا العربية ضمن معايير واضحة وبشكل متساوٍ، من خلال بذل كافة الوسائل الدبلوماسية المتوفرة والانخراط بشكل بناء لإنهاء أزمات المنطقة، مع تقليب الحكمة والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة لنتعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. أستأنف مهامي كرئيس للمجلس. أعطي الكلمة لمعالي هارش وردان شارينغلا، سكرتير وزارة خارجية الهند. السيد الرئيس، في المستهل اسمحوا لي أن أتقدم بخالص التهاني لسعادة السيد خليفة المراج وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون.